أهلا وسهلا بكم. تصميمنا في هذا الدرس سنتعرف فيه أكثر على كيفية تعامل برنامج Inkscape مع الألوان وبالأخص ألوان التدرج، ونبدأ فيه بالتعامل مع الخطوط. سنحاول الوصول في هذا الدرس لتصميم يشبه التصميم الذي تلاحظون الآن. إذا نبدأ بفتح Inkscape، أقوم برسم مستطيل على هذا الشكل، سيكون هو خلفية التصميم الخاص بي. أفتح أولا شريط الألوان، سأعطيه لون، لكن الآن لن أكتفي بلون الملء، سأعمل على ألوان التدرج. لدي نوعين، لدي تدرج نقطي يكون من نقطة إلى نقطة، ولدي تدرج دائري يكون من مركز إلى نقطتين أو على حسب دائرة. أنا سأريد خلفية لها لون متدرج من لون أخضر أو أصفر إلى أخضر داكن نوعا ما. لذلك يمكن التحكم في ألوان التدرج من خلال التحرير، بالضغط على التحرير هنا حين أختار لون التدرج يمكن أن أتحكم في اللون من هنا. أو طريقة أسهل أو أشتغل عليها أنا أكثر، يعني أختار التدرج هنا، أضغط على هذه العلامة في حال لم تكن ظاهرة من قبل، فتظهر لي هذين المستقيمين في حال كنت أستخدم تدرج دائري، وهذه القطعة في حال كنت أستعمل تدرج مستقيم. إذن أعود لي تدرج دائري، قلت أنا أريد في الوسط أن يكون هناك تدرج من أصفر أو أخضر فاتح إلى أخضر غامق. سأختار هذه النقطة، لاحظ أني حين أشتري عليها تصبح حمراء، أقوم بالضغط عليها تصبح زرقاء، فأختار اللون الذي أريد أن يكون في الوسط. سأختار لون على هذا الشكل، وفي الطرف الآخر أقوم بنفس العملية، لكن أختار الآن لون على هذا الشكل مثلا، اختر هذا اللون. لاحظ معي الآن أصبح لي تدرج من أصفر في المركز إلى أخضر في الجوانب. يجب أن تنتبه إلى أنك حين تختار الألوان تكون هنا الشفافية 100، أي أن اللون ليس شفاف كي تظهر لك هنا الألوان. إذن الآن قمت برسم الخلفية، سأضيف لها نص. إضافة النصوص يكون عن طريق الضغط على هذه الأداة، أداة A، وأضغط في المكان الذي أريد وأبدأ بالتحرير. سأكتب باللغة العربية وأكتب نص. أنا لدي صعوبة في الكتابة لأن الميكروفون بيني وبين لوحة المفاتيح، لكن لا بأس. إذن حين أقوم بكتابة نص يمكنني أن أتعامل معه كما رأينا في الدروس السابقة، تعاملنا مع الدائرة والمستطيل، أي جزء من التصميم. أضغط F1 يتم اختياره، أقوم بجره لأي مكان أريد. يمكنني أن أقوم بتكبيره أيضا من أن أضغط على Ctrl لأحافظ على نسبية الارتفاع والعرض بالنسبة للخط، يعني لم يمكنني أن أقوم بتكبيره على هذا الشكل، لدي كامل الحرية، لكن أنا أريد أن أحافظ على نسبية الارتفاع والطول ليبقى الخط جميل. إذن لدي الخط الآن مختار، يمكنني أن أبدل فيه دائما بالضغط عليه إما مرتين، حيث يجب أن تفتح يعطيني البرنامج إمكانية التحرير. هنا أقوم بالضغط مرتين أو أضغط على أختاره F1 أو بالضغط على هذا السهم، ومن بعد أقوم بالضغط على حرف A. الآن أعطاني إمكانية التحرير، يأخذ بعض الوقت. الآن يمكنني أن أغير في النص، أحذف منه، أتنقل له لجزء منه مثلا. أنا سأقوم بإضافة بعض حركات الشكل لتضفي من نوع من الجمالية على النص العربي. إذا أقوم مثلا هنا بإضافة بعض الحركات. من لا يعرف كيفية التعامل مع حركة الشكل يمكنه الرجوع للمجمع، هناك درس خاص بكيفية معرفة أمكنة حركات التشكيل في لوحة المفاتيح على توزيعات لينكس وعموما على أي
نظام تشغيل. إذن بالعلم هنا يجب أن تكون كسرة. إذن أقوم بتشكيل الجميع، وهنا لدي شد، وهنا أيضا على هذا الشكل. أقوم بتغيير اللون، أرى أن اللون الأبيض سيكون أفضل، أعطيه لون أبيض. أيضا نتعامل مع النص كأي تصميم آخر، له لون ملء وله لون جوانب. لاحظ معي الآن له لون ملء واللون الأبيض في هذه الحالة، ولون الجوانب قمت بحذفه في حال كان لا زال لديك لون جوانب، من الأفضل أن تقوم بحذفه. طيب، ستلاحظ أن الخط الذي تكتب به أنت مغاير عن الخط الذي أكتب به أنا، لأن في برنامج إنكسكيب أنا قمت بتغيير الخط الافتراضي الذي أستعمل حين أكتب أول مرة، حين أريد الكتابة يكون هناك خط افتراضي. لذلك لتغيير الخط لدينا هنا هذه القائمة، يمكن منها تغيير الخط، تغيير حجم الخط، هنا يمكن اختيار خط غليظ وخط مائل، هنا إمكانيات أخرى للتعامل مع الخط. في هذا الدرس سنقف مع الأساسيات فقط، لكن أنا أنصح بالدخول لنافذة تحرير النصوص عن طريق الانتقال إلى نص، هنا Text and Fonts، أو بالضغط على Shift Control T Shift Control T فتفتح لنا هذه النافذة. لماذا أنصح بهذه الطريقة لتغيير الخط والحجم، حجم الخط؟ يعني من هنا يمكنني أن أرى كيف ستكون النتيجة النهائية للخط الذي أختار. من هنا يجب أن أختار الخط فتظهر النتيجة، ومن بعد أعود لاختيار خط آخر وهكذا، إذن يأخذ بعض الوقت. في هذه النافذة يمكن أن أبدأ من أول خط، هنا تظهر لي الكتابة التي قمت بكتابتها هنا، مهما كانت تلك الكتابة تظهر هنا. أقوم باختيار الخطوط، وبدل أن أقوم باختيارها واحدة واحدة على هذا الشكل، أقوم بالتنقل بلوحة المفاتيح، هذا سهم أسفل على هذا الشكل، وأرى كيف تظهر أو كيف يظهر الخط إلى أن أصل لخط يروقني فأختاره. نفس الشيء يمكنني أن أتحكم في حجم الخط، لدي هنا الحجم، لكن الحجم أفضل التحكم فيه من داخل التصميم عن طريق الضغط على F1 واختيار الخط. إذن أنا لن أطيل هنا، سأختار خط أحد، يمكن من هنا إدخال كلمة للبحث أحد، أقوم باختياره. ولاحظ معي هنا لدي حدد كافتراضي، لهذا كان الخط الأول حين قمت بالكتابة خط مغاير عن الخط الذي لديك. في حال أردت أن يكون هناك خط افتراضي اختاره وإضغط هنا حدد كافتراضي. إذن أقوم بالتطبيق. ممتاز. الآن هناك شيء آخر، وأني يمكن أقوم بغلق هذه النافذة، أنه يمكن أن أختار جزء واحد فقط من النص وأقوم بتحريره، وهو ما سأفعله الآن. أريد فقط جزء أول، أريد فقط الجزء الأول، أن يعني هذا الجزء أريد أن أكتبه بخط مغاير، يمكنني ذلك. سأقوم باختياره، يجب أن أكون في حالة التحرير الآن. نوعا ما يكون البرنامج بطيء في حال قمت بالعديد من العمليات، لكن لنحاول. مع أني أقوم بالتسجيل الآن فهناك نوع من البطء في النظام عامة. طيب، الآن سأقوم باختيار هذه الكلمة عن طريق الضغط على Shift والتنقل بأسهم لوحة المفاتيح يمين يسار لاختيار ما أريد من النص. وهنا أعرف الخط الذي أريد اختياره، أختار هذا الخط مثلا فأحصل على هذه النتيجة. أضغط 5 ليظهر لي التصميم كاملا داخل مساحات العمل. أقوم بجر النص إلى وسط التصميم على هذا الشكل، أختار التصميم كاملا بالتكبير نوعا ما. يمكنني أيضا أن أقوم بعملية التكبير بالزوم فقط، ليس تكبير التصميم. طيب، الآن تقريبا انتهيت، لكن أريد أن أضيف تأثير
انعكاس هنا للخط يبدو أنه كي يبدو أن هناك انعكاس. إذا أختار الخط أقوم باستنساخه عن طريق الضغط على Ctrl، أو أختار النص أقوم باستنساخه عن طريق الضغط على Ctrl V، أقوم بقلبه من هنا، رأينا كيفية التعامل مع هذه العملية في الدرس السابق، وبالضغط على السهم أسفل في لوحة المفاتيح أقوم بجر أو إزاحة النص أسفل على هذا الشكل مثلا. لكن الآن لا زال هناك مشكل، أريد أن يكون هنا نوع من الشفافية في الأسفل والنص يظهر على كي يكون هناك انعكاس. لذلك سنعود مرة أخرى لعملية الألوان المتدرجة، لكن في هذه الحالة سأختار تدرج نقطي أو تدرج خطي linear. لدينا linear gradient و radial gradient. أنا سأختار linear، أختار مرة أخرى هذه، أضغط على هذه الأيقونة لتظهر لي إمكانية تحرير ألوان التدرج. ولاحظ معي أني لدي الآن تدرج من هذا اللون إلى هنا، من هنا إلى هنا أفقي. أنا أريد تدرج عمودي، لذلك سأضغط على هذه الجزء، أقوم بجره إلى أعلى هنا، أضغط على هذه الدائرة، أضغط على كنترول وأقوم بجرها إلى أسفل هنا، كنترول ليكون التدرج مستقيم، وأقوم بجرها مثلا إلى هنا على هذا الشكل، أحصل مثلا على هذه النتيجة. ولاحظ هنا أن الشفافية هنا أسفل لدي صفر، وهنا أعلى لدي 100، أي أن النص يتدرج من جزء غير شفاف إلى جزء شفاف في كاملا. يمكن أن أقوم بإظهار فقط جزء بسيط من التصميم على هذا الشكل، أقوم باختياره، ويمكن الآن أيضا أن أقوم بنقص الشفافية نوعا ما ليبدو أن الانعكاس حقيقي نوعا ما على هذا الشكل تقريبا، فأحصل على التصميم النهائي الخاص بي. إذن الآن تعرفنا على كيفية التعامل مع تدرج الألوان، تعرفنا على كيفية إضافة النص أو نصوص عربية، أيضا نفس الشيء بالنسبة لنصوص لاتينية نتعامل مع بنفس الطريقة. هناك أشياء كثيرة سنتعرف عليها فيما يخص النصوص، لكن في هذا الدرس اكتفينا بالأساسيات لنصل كما انطلقنا أو كما رأينا في الدرس الأول تقريبا لشكل مشابه لهذا التصميم. إذن نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء.